بكم من جديد. عقدت الجمعية السعودية لطب العيون اجتماعا يهدف تعريف أو بهدف تعريف المختصين في طب العيون والبصريات بالخدمات المتاحة لضعاف البصر. مستجدات طب العيون نتعرف عليها مع خلود في الرياض. تفضل يا خلود. هذا الموضوع جدا مهم لنا لأنه بالقوة بنشوف الكلام اللي حقره. تفضلي. شكرا ميسا حبيبتي. فعلا لكن قبل ما نتكلم عن مستجدات طب العيون نبغى نشوف مضمون الاجتماع ايش كان. نشوف التقرير ثم نعود اليكم اعزائي المشاهدين. افتتح في مدينة الرياض اجتماع طب العيون السعودي في مركز الملك فهد الثقافي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد رئيس الجمعية السعودية لطب العيون. تشارك اللجنة الوطنية لمكافحة العمى في هذا الاجتماع بعقد جلستين علميتين تناقش موضوع الخلايا الجذعية واستخدامها في علاج الشبكية، وجلسة أخرى حول مستجدات وأوضاع الإعاقة البصرية في المملكة العربية السعودية. حقق اجتماع طب العيون السعودي لهذا العام عدد حضور فاق 1500 شخص بينهم أطباء، فضلا عن مشاركة 32 شركة طبية بالمعرض الطبي المصاحب للاجتماع. لبرنامج سيدتي دانا دلقموني. مرحبا أعزائي المشاهدين مرة أخرى، ولمزيد من الضوء حول هذا الاجتماع وأحدث التقنيات أرحب بعضو أو رئيس العلاقات العامة وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب العيون الدكتور وسيم عالم. أهلا وسهلا. تشرفنا فيك دكتور ونورتنا بستة سيدتي. طبعا شفنا التقرير مع بعض وما شاء الله تبارك الله الأشياء الجميلة اللي سويتوها، لكن نبغى توصف لنا كيف كان دور الاجتماع في تطور طب العيون. الحقيقة هذا يعتبر الاجتماع السنوي الذي يقام كل عام بالنسبة للجمعية السعودية لطب العيون، يناقش الاجتماع آخر مستجدات طب وجراحة العيون سواء في الأجهزة الحديثة أو العلاجات أو ما يقدم في معالجة الأمراض بالنسبة للمصابين بالمرضى التي تتعلق بالعيون والوقاية كذلك من الأمراض. جميل. ناقش الاجتماع أكثر من 200 ورقة علمية على 21 جلسة. جميل. تكون والاجتماع يمتد من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء القادم بإذن الله. طيب وإيش الخدمات اللي كانت تقدمها الجمعية عامة أو سوف تقدمها الجمعية؟ الجمعية تهدف لخدمة فئتين في المجتمع. الفئة الأولى هي فئة الأطباء والمتخصصين في كل ما يتعلق بمجال طب وجراحة العيون. جميل. والفئة الأخرى هي خدمة المجتمع ومجال التثقيف ورفع الوعي الصحي. طيب جميل. طيب إحنا قبل ما نتطرق كمان للاجتماع اللي قمتوا عليه نبغى نعرف إن في أمراض معروفة أنها منتشرة في السعودية خاصة بالعيون، لكن إيش اللي أغلب الأمراض هذه اللي أنتوا تحاولوا تفادوها الآن؟ صحيح. الأمراض المنتشرة بكثرة عندنا في السعودية يمكن يأتي على رأس القائمة اللي هو مرض اعتلال الشبكية السكري نظرا للانتشار وارتفاع نسبة مرضى السكر لدينا. لذلك احنا نوجه ونستغل الفرصة هذه في برنامجكم انه ننصح جميع مرضى السكري بالكشف على عيونهم لدى أطباء العيون والاستمرار على المتابعة والكشف الدوري لديهم، لأن المضاعفات التي تكون من مرض أو عدم انتظام السكري في الدم عند مرضى ارتفاع نسبة السكر تؤدي إلى مشاكل كثيرة في العين. وإحنا كمان معك يا دكتور، بالعكس وإحنا كمان ننشد ونتمنى أن يكون الاهتمام بالعيون مهمة. المهم طيب دكتور، إحنا نعرف أن كيف أو سؤالي لك، كيف يمكن الاستفادة من الخلايا الجذعية في أعراض في علاج قصدي أمراض العيون؟ يعني عامة نعرف أن الخلايا الجذعية لها استفادة كبيرة بالنسبة للدكتور في علاج أمراض العيون، فممكن تشرح لنا إياها عشان توصل. أكيد. مجال الخلايا الجذعية يعتبر من المجالات الواعدة في طب وجراحة العيون وأيضا التخصصات الطبية الأخرى، تجرى عليها الكثير من الأبحاث والدراسات في مختلف دول العالم، ونتمنى أن يكون لها مستقبل كبير. حاليا لم يتم تطبيق العلاجات هذه على المرضى لأنها لا تزال في مرحلة الدراسات، ولكن النتائج
تكون ستكون منتشره باذن الله. ما صارت بس فقط هنا في السعوديه ولا لين الحين حتى حول يعني؟ الدراسات لا تزال تجرى في مختلف دول العالم في هذا المجال، وننتظر ان شاء الله نتائج جيده بالنسبه للموضوع هذا. طب دكتور وسيم، احنا بنسمع دائما عن كثره العمليات تصحيح النظر الليزك عامه بانواعها، انت ايش وجهه نظرك في العمليات هذه عامه؟ وهل وايش مين المرضى اللي ممكن تناسب لهم، ومين المرضى اللي للاسف يعني إلينا الممات ما في فائدة منها؟ صحيح، هي فكرة عمليات تصحيح النظر ببساطة بالنسبة للمرضى اللي يعانوا من ضعف نظر ويستخدموا العدسات الطبية ويلبسوا النظارات، أنها ممكن تساعدهم أنهم يشوفوا بنفس نسبة الرؤية اللي كانوا يشوفوه بها هم يلبسوا النظارات والعدسات اللاصقة مع التخلص من هذه النظارات. طبعاً أي مريض يفكر يعمل عملية تصحيح نظر يتوجه إلى طبيب عيون متخصص في العمليات الخاصة بتصحيح النظر. يقوم الطبيب بإجراء مجموعة من الفحوصات للمريض، وعلى ضوءها يستطيع الطبيب أن يقرر هل تنفع هذه العملية للمريض أو لا. طبعا حتى عمليات تصحيح النظر فيها خيارات متعددة، الليزر، الليزيك، زراعات العدسات داخل العين وبدائل أخرى يعني، وعلى ضوءها الطبيب يقدر يقرر النوع المناسب للمريض. طبعا زي ما قلنا كمان قبل ما نطلع على الهواء أنه في فرق بين الوراثي يكون هو ما له علاج زي ما أنت قلت، ولكن اللي من الحياة ممكن يتعالج، صح؟ صحيح. طيب إيش الفرق؟ طب سؤالي لك دكتور وسيم، إيش الفرق بين المياه البيضاء اللي منتشرة حاليا؟ تعرف أغلبية عند في السعودية عندنا كثير، خصوصا يمكن المصابين بالسكر أكثر. نعم. شيء بيصابون بهذا الشيء، في نفس الوقت بيكونوا مهملين جدا إنهم يعالجوا نفسهم. الفرق بينها وبين المياه كمان الزرقاء اللي كمان بيسموها دول أخرى السوداء. صحيح، المياه البيضاء هي فكرتها ببساطة عبارة عن عتامة في عدسة العين التي يستطيع المريض الرؤية من خلالها. فمع تغيرات السن وبعض الأمراض كما تطرقتي، مرض السكر وأمراض أخرى تساعد على سرعة تكون المياه البيضاء لدى المريض، فاللي يحصل بالضبط أنه عدسة العين تكون شفافة، ومع التغيرات اللي تحصل فيها يبدأ يتحول لونها من اللون الشفاف إلى اللون الأبيض، لذلك أطلق عليها المياه البيضاء. نعم. هي هذا فرق عن المياه الزرقاء. نعم، المياه الزرقاء هي عبارة عن ارتفاع ضغط العين، السوائل اللي تكون داخل العين يكون لها نسبة إنتاج ونسبة تصريف. أتمنى دكتور أنك تبين كمان أهمية أنه لازم أنه الناس اللي عندهم بدأ يجيب حالات المياه البيضاء كيف تأكد عليهم لازم يجرون العملية، يعني مدى ضرورتها. صحيح، طبعا التقنيات العلاجية تطورت كثير عندنا في المملكة وسائر دول العالم، وأصبحت عمليات المياه البيضاء من أكثر العمليات التي تجرى على مستوى العالم، والعملية بسيطة جدا ومضاعفاتها جدا بسيطة. فلذلك احنا ننصح المرضى، اي احد يحس انه عنده تغيرات في النظر، ضعف في النظر او اي مشاكل، يتوجه الى الطبيب، واذا الطبيب شاف انه من المناسب انه تجرى له العملية فيتوكل على الله ويسويها، ما يحتاج انه يتأخر. طبعا نفس هذا الكلام يطبق على مرضى السكر، ان اكثر الناس لازم يهتموا كمان مرضى العيون. اكيد، صح؟ بالفعل احنا دائما نؤكد على مرضى السكر بالمتابعة الدورية وتنظيم نسبة السكر في الدم. يعطيك العافية دكتور وسيم. طبعا انا في سؤال طبعا، لكن انا ما بسالك اياه لانه عارفين لسه ما خلص الاجتماع، وهي ايش اللي خرجته من الاجتماع بمستجدات من الاجتماع، لكن ان شاء الله باذن الله نسمع منكم الاخبار بكره ونعرف ايش الاشياء اللي خرجته من الاجتماع منها. يعطيكم العافيه اعزائي المشاهدين، احنا نشكر الدكتور وسيم عالم على الاستضافه هذه الجميله، وان شاء الله استفدتوا من فقرتنا باذن الله. وزي ما سمعنا ارجوكم، العين غاليه وكل نقطه في الجسم البشر غاليه، اوكي نهتم، دكتور العيون مهم نروح ونشوف. ويعطيكم العافيه، وان شاء الله اتمنى لكم كلكم الصحه والعافيه. تحياتي لكم، فاصل قصير ثم نواصل برنامجنا. شكرا.